السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين هدرناها مشي اليوم لا هدرنا على زمان، يعني المسؤول يعني المدير مركز التقني الوطني سيدي موسى، هو شكون وين كان بيطري ومختص في التغذية ومسؤول النظافة والمراقبة، وين بين ليلة وضحى وين أصبح مدير مركز تقني الوطني لسيدي موسى. هذا الإنسان هذا لي نحن شنقولوا له نخلوه يبرد ويتكلم، يعني ويكمل اللحظات الأخيرة تاعو، ما بقاش بزاف يا بات برك وتتنقل حالة. وهذا النوع هذا النوع هذا اللي غادي يروحوا، هذو الناس اللي غادي يروحوا، هذو الناس يعني وين هو تاع بيطاري تاع اللحم تيولي مختص في الحشيش. انت من اللحم، انت بيطاري طبيب بيطاري مختص في التغذية ومسؤول النظافة والمراقبة، تتيب روحك مدير كي غادي تجي انت صاري نقول انت كصاري لك صاري لك عساس عساس ولا نسيب دا بنت 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 اللي يحكم كاع في التعليم تاع الجزائر كاع. هذه مثال، هذه مثال مثال قلنا الجزائر. ايا طلعه ديريكتور ومن بعد جا طلع ولا يطلع يطلع. ايا جات مراقبه من زعما من وزاره التربيه جايه باش تراقب هذاك المنصب تاع هذا الديريكتور هذا، عيط لنسيبه قال لهم جايين، قالوا لا ما تخافش، قالوا راني درتك انت هو انت هو المسؤول تاعهم. راك تشوف كيفاش هذه صاير لها كيما هاك، هذا صار له كيما هاك، تا هي تاع التغذية تاع الأخرى. فهموا رواحكم، فهموا رواحكم، حنا غير قولوا لنا برك، فهموا رواحكم. تهدر على الملعب، على هذيك الملعب، على هذيك الملاعب سيدي موسى ولا تكون خطرة تما نكذبوا الصور ولي فيديو ونكذبوا ناس نزهاء. نأمنوكم أنتوما، نأمنوكم أنتوما، كيف كان سيدي موسى وكيف أصبح؟ ولاو يديروا فيه الاعراس، ولاو يديروا فيه الاعراس، ولاو يديروا فيه الاعراس، واللي عنده المعرفه فور فور فور، ولا يجيبوا المدامات يرقصوا لهم فما كلش في الليل مع شاشه، اللي عنده المعرفه فور تعالوا حل حل حل. كاين ولادهم ولاو يجوا يدخلوا فماك يقصروا فماك، يقصروا يجيبوا مدامات يقصروا في الاوتيل خاوي يدخلوا فيه راه مقصرين ليله كامله يفوتوها. وتعرفوا واش راني نهدر، تعرفوا واش راني نهدر. كاين اللي ولاو يجيبوا اللي عنده المعرفه مليح، يعني ولد فلان ولد فلان اللي كانوا اللي حاكمين هما الكره، قسما بالله كانوا يجيبوا المدامات. انا نقول لكم الناس كاع مصورين، كاين لي كاميرات كاين عندهم كلش. ويتكلم قال لهم مركز سيدي موسى في حاله ممتازه وموظفون يقومون بالصيانة دورية للأرضية، ولا نعرف فترة الراحة. استمرارة الأرض الأرضية الملعب سيدي موسى يحدث في جميع ملاعب العالم، بصح ماشي تبهديلة. منذ بداية الصيف أقيمت العديد من الأنشطة، خاصة دورات تدريبية للمدربين في إطار مختلف الدورات مبرمجة من قبل المديرية الفنية الوطنية. والفندق الذي تم تسديده بالكامل وافتتاحه العام الماضي جاهز لاستقبال المنتخب الوطني بداية من الشهر المقبل. على مدار العام تم اعتناء بالعشب من قبل الشركة فرنسية، هاو هاو النهار اللي بغاو يجيبوا شركة وحدة أخرى والناس ولا تصور، خاطر على هذيك الشركة عندهم أسهم فيها، السماوات وخدم السماوات وخدم. أنا أحمد داير خويا العجال، انا احمد ودير خويا العجال، فاهمين مش راكم فاهمين، انا شيكور ودير خويا قايسه قايسه بالاسهم في الشركه هذيك فرنسيه اللي تخدم. او الا جن جنونهم ولو يصوروا، روح صور روح صور، شكون اللي ولا شكون اللي يسل في الجواري يصوروا، شكون شكون قولوا لنا شكون. يا كاين بزاف امور صراو صح اليوم، ان شاء الله بربي كل شيء. انا خايفين، انا راهم خايفين، انا راهم خايفين.
أسامان بالله العلي العظيم، تسمعي كيما تروح عند ولادك ولا ترد الدراهم وتدخل الحبس، خاطش نتوما ما راكمش خير من أو يحيى اللي من 75 هو في الديوان الرئاسي، نتوما ما راكمش خير منه، فاهم واش فاهم، نتوما ما راكمش خير منه، نتوما ما راكمش خير من أو يحيى اللي من 75 1975 هو في الديوان الرئاسي، نتوما ما راكمش خير منه. قسما بالله كاين ناس في الدوله والله ما يستعرفوا كاع، وليت تحسب بلي هاد الكلاب راهم يتنابحوا غادي يديروا في رسالة، الا داروا الا قروا كيما قروا الضربه تاع، قول معايا الضربه تاع الضربه هذيك تاع تاع اللي دخل عند اللي قال لك دخل عند الرئيس ويضرب على 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 صاحبه مول الفيرما، قال له دي الناس قرده، قال له الناس قرده، قال له شوف هاك ورقه بيضاء روح ومن بعد نحاسبوا لك الا نجحت ولا ما نجحتش، روح شوف ديتو روح راجل شوف. ممثلي الكاف والفيفا الذين زاروا المركز سيدي موسى اندهشوا من وجود من جودة العشب والأرضية، هذا الصيف مررنا بحرارة شديدة تصل إلى 50 درجة مئوية وأكثر، وتعرضت الأرضية لهجوم من الديدان في البيت، هذه الديدان تاع مين تسمع بالديدان، وتعرضت الأرضية لهجوم الديدان في البداية، تمكنا من إيقاف انتشار الدود لكن المادة العضوية تواجه قيود مناخية شديدة، ولذلك قمنا بالأعمال اللازمة، وأعتقد أن الوضع الأرضية سيتحسن قريبا، سوف يتحسن ولا راه في أجمل حلة أبهى حلة، ها قولونا نحن في انتظار التحليلات التي تم إجراؤها بما في ذلك تحليلات المياه، لذا نطمئن الجميع. يا ودي هضر دقائق توالا، هضروا ليام توالا، هضروا هضروا ليام توالا برك، هضروا عندكم ليام توالا برك، هضروا انا نقول لكم هضروا ليام توالا، هضروا متالي كاع هضروا عندكم ليام توالا، هضروا راكم تهضروا فيها، هضروا برك، هضروا 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 ليام توالا تاعكم برك، بعد نشوف او قاع يجتمعوا قاع اجتمعتوا ما غاضتكمش الجزائر قاع، ما كاش لي ناظر تكلم على الجزائر، قاع اجتمعتوا ضرب قاع وليتوا تاع قاع وليتوا ضرب الجزائر قاع غايضتكم، قاع غايضتكم قاع والله قاع الجزائر قاع غايضتكم والله، لا اصبحتوا ما شاء الله او قال هو النائب السابق لاتحاد الجزائر لكرة القدم محمد هذا معوش يشارك فيما يسمى ندوة تعزيز التشحم الوطني والتأمين مستقبلهم، وذلك بمركز الدولي للمؤتمرات بمشاركة حضور العديد من وجوه الغريبة. هذا معوش هذا كرة سعيد عمارة، حي سعيد عمارة كاين اللي في فرنسا في 58 كاين اللي ما بغاش يجي يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، زيتوني هدرها قال مساعد عمارة ولا يتبع فينا بالكابوس بالبيا، ديروا ذاك التصريح تاع زيتوني الله يرحمه، ديروا 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 تاع زيتوني الله يرحمه، ديروا 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 لنا ديروا لنا ديروا لنا ديروا التصريح تاع زيتوني الله يرحمه، كل ساعد عمارة راه حي تشوف حميمة رجالها، اش غادي نقول لكم شا غادي نقولكم، اقعدوا للتشحيم برك، راكم داخلين على التشحيم برك على مكان، حاسبينا سهلة، راكم حاسبينا سهلة، وصح كل شيء يجي في وقته، راهي جاية، كيما دخل الحاج خرج الحاج بالكرطة بلاك حل، راه مولي الحاج بالكرطة بلاك حل. وكيما سلم لكم المهام حنا في طومن نتهمو تاع واحد الحاج سلمولو المهام، واو لله من بعد سلمولو المهام، حاج حاج كيجي سلمولو المهام، يكون على بالو هذه ثلاث رؤساء اللي فاتو كيفاش، زوج رؤساء زوج رؤساء يعني شاف دين عمارة ما كملش العهدة تاعو،
عليا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. وليش ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.